الشيخ المطي يقول لي هذا ديميسيون بزاف ناس ما فهمتهاش. اسكو راك مدفوع؟ اسكو قناعة من عندك؟ اسكو ضغوطات؟ اسكو واحد الناس يقولوا بلي لي زانتيري تاعك مشاو؟ كاين اللي يقولوا بلي كانت المفاوضات ديميسيوني وقلعوا لك العقوبة. بزاف اقاويل انت قلنا اليوم شي حقيقة. والله ماني فاهمك. بزاف ناس اولت لا ديميسيون تاعك ما فهمتهاش. تما قالوا اولا لي ضغوطات. شكون إنافور؟ الشركة اللي معاه المدير العام؟ المدير العام. كان يقول باللي مصالح الشخصية بتوشة. كان يقولوا باللي صارت مفاوضات صافي قالوا لك نحوك عقوبة وديميسيوني. كاع في هذا الأمر تقول لي بالحقيقة. عقوبة أنا مولف 16 سنة عقوبة ثانية عقوبة ما تدخلش 16 عقوبة. ماهيش عقوبة. ولكن هذا السؤال اسأل المدير تاع إنافور هو يوجبك عليه. بديش يعني أفور هو اللي يوجبك على هذا السؤال. هذا سؤال مليح سأله هو. هو صعب علاش ديميسيون؟ وش هي أهم الأسباب؟ أسباب فيها عدة أسباب فيها وعليها. هذاك الشيء يخصني أنا لأن السر عندي أنا هذاك ما نقدرش نقوله. السر عندي هو الشيء اللي أكد أني نتمنى الخير لشباب الثورة ونتمنى الخير للأنصار الأوفياء لشباب الثورة والناس اللي غلطت معها تسمح لي والناس اللي غلطوا معايا يعني سامح لهم. وهذه كرة قدم أنا في 16 سنة وأنا رئيس كل حاجة عندها بداية وعندها نهاية. جات نهاية كما بديت جات نهاية وهذه هي الدنيا. ما خافوش عليها مواليها وصحاب البلاد. نخاف عليها أنا وحدي. نخافوا عليها جميع ولا نخاف عليها وحدي أنايا؟ خصنا نخافوا عليها كاملين. ما نخافش عليها وحدي انا يا مانيش خايف عليها. مانيش خايف؟ لا خافوا عليها هما باش نعاود نخاف عليها انا. خصنا نخافوا عليها جميع باش الشر ماهيش غير زرواطي وحده. هاي ولايه كبيره. لا ديميسيون المرة حسيناها بقناعة. ثبتها على اساس قناعة. حسيناها فيك بلي كاين قناعة في عينيك بلي هاد المرة لا رجوع. عطينا غير تلميح. واش هما الاسباب؟ خصنا نعرفوا شنو الاسباب باش تزعفها. هي بد خص تكون اسباب اللي ما نجموش نخلوها كامور تشي اوبي. سيرتو انت شخصيه معروفه وشخصيه اللي الناس تهتم بها والحق بزاف ناس اللي زعفت وما بغاتش وقالت كيفاش زوات تخلي وقالوا ممكن تجي صايب مشات للهويه. وعلى تمشي الهويه ان شاء الله مزاكي الرجال وبشار فيها رجال وفيها مواليها ان شاء الله والشباب الثوره تقعد في لاين ان شاء الله نتمنوا لها الخير وكاين الناس اللي توقف معاها بشار كاع راهي مع الجي اس اس. صح الجي اس طلب علاقات كاين هذوك اللي جايين وراك ما عندهمش العلاقات كما عندك انت اللي كنت كانت الناس ديجا زرت شي ثوره تخمم 100 مره باش تشي ثوره فاهمني. دوكا قلت لك اسكو قلت لك سي لها فاسيلمون كتصدي ممكن تنحكي على الثوره كانت محكوره قبل وبالمعطيات الجديده ممكن تسوي مره اكثر. يوجد الشركة إنافور اللي تقول الناس في التواصل الاجتماعي يقول لك شركة إنافور ممولة شباب الثورة هي اللي قادرة تنقد شباب الثورة. تنقد شباب الثورة الآن كاين الشركة اللي راهي بزاف ناس يقول لك هي الممولة هي اللي راهي تدير وما بغيناك الشتومة ما بغيناش هادي ما بغيناش بغينا شركة إنافور. مرحبا خلينا المجال لإنافور والإنافور راها تقرر واش دير واحد من بشار ولا دير واحد من عندها ولا هذاك الشيء اللي يعرفه هما. عمي هاو هي اللي قرر شكون رئيس مجلس الإدارة. هي اللي تقرر باش يكون رئيس مجلس الإدارة. هذه راه الشريعة الفريق راه محسوب على إنافور ما محسوبش على هو حقيقة في ولد بشار ولكن الشركة اللي أسوسي مع كلوب أماتور هي إنافور اللي عندها الأغلبية 75% الأغلبية. هذه ابدا فين حمزه الوقت كاين الناس تقول باللي ربما الاستقاله على الورق فقط يقولوا انه راح تبدا تسيرها من بعيد. صح بزاف ناس يقولوها. في الحقيقه هاد لا سومان كنت هنايا كنت نمشي ونجي كنت نعاون الناس في مصلحة الفريق حقيقة باسكو كانت عندي لا ديميسيون ما كانش كان عندي آخر يوم اللي هو اليوم الآخر يوم اللي هذا هو نتاع السيا اللي درناه ساي من دوك جو سوي با سينياتور
من دوك جو سي باسينيتور ان شاء الله. من اليوم ما عاودوش يشوفوني ان شاء الله في شباب الثوره، مام في المكتب تاع الثوره باش ما نفوتش منها، غادي نبدل الطريق باش ما نفوتش على المكتب، غادي السيركوي غادي نبدله الملعب. الملعب ملا صايم بلوس ملعب. لكن تبقى المنافسه الاولى؟ لا ما نبقاش. علاش؟ نعم ما حتى نبقاو موليها، حتى نبقاو موليها مناصرين عاد نبقى انا مناصر تاعها، حتى يبانوا المنتخبين تاعها المجالس تاعها بزاف، مدير الشباب الرياضه تاعها هو المسؤول الاول، هو اللي قرب، هو اللي سقسي عليها، هو اللي رقدها. احنا نعرفوا ولايات ولايات اخرى مدير الشباب والرياضه هو ينوض الفريق، هو يرقده، هو يرقده في الليل، هو ينوض الصباح. يعني هنا بالمقلوب كاين بزاف امور ربما لم ترد صح على لا لا ما عندناش واش امور مفتوح. هذه هي الحق، هذه الحق واش الاسباب؟ هذه الاسباب، هذه الاسباب اللي نقول لك نفهمك. الشباب في الثوره خصها تكون يا رحنا كاع كاملين يا ما رحناش. ما يقدرش واحد يكون وحده في شباب الثوره ولا المسؤول الصحفيين ولا كاع رحنا كونسيرني بالفارغ. صح هذا هو اهم سبب من الاسباب، من الاسباب. الرئيس هل تعتبر ان المهمه اللي راح تتركها تعتبر ثقيله ربما للكبار؟ والله واش نقول لكم مهمه؟ توصيتهم انا وصيت كل شيء للمهمه. سا ديبوند كو الناس اللي كانت، الناس اللي كانت تخدم 17 ساعة في النهار و15 و16 وتقابل الفريق ماهي صعيبة، ولكن إلا تخدم ساعتين وساعة وراني معروض وتمشي للقهوة ما صعيبة شوية، صعيبة شوية، صعيبة شوية، صعيبة شوية. ماشي الشباب الثورة نعطيك أنايا بوا مات وأنا ديبلاسمون، مو مات ومشي ديبلاسمون مع أكثر عز عليا كاع. يعني مع أكثر عز عليا بوا أمه كملت ثلاث أيام ومشيت ديبلاسمون. ما كانش هذاك الجانب. هذه ما كانش اللي يقدر يديرها. اللي قال لي يقدر يديرها أنا في الشهر ما يديرهاش. ما خليها لربي ما تبقاش نكرو من نكرو جميل ما نغلب ضحيت الولايه هذيك الولايتي ما كانش كاين رد جميل ها ما كانش رد جميل ما عادش ماهوش مشكله كاع ماهوش مشكله جميل يردوا مولانا سبحانه مولانا يردوا سبحانه والدنيا بيناتنا والدنيا بيناتنا سي محمد زروات كاين كذلك بعض الاقاويل تقول انا اتمنى حاجه لا يندمون ان لا يندمون كاين بعض الاقاويل تقول انه زرواطي مساحب باش يترشح للرابطه والاتحاد هادو غير مهابيل هادو اللي يقول هذا هادو غير مهابيل كاع اللي يقول هذا هضره مهبول كاع اللي يقول يعني ما لا اريد كلام على كره قدم ولا أريد أن يتكلم معي واحد على كرة القدم ولا أريد رائحة كرة القدم يعني بصفة نهائية صفة نهائية كلمة أخيرة توجهها لإدارة الثورة ولأنصار شباب الثورة كلمة أخيرة لإدارة شباب الثورة أن يوقفوا مع الفريق كما وقفت معه والانصار اتمنى الانصار ان يغزوا الملعب ويوقفوا مع الفريق تاعهم هذه الكلمه الاخيره تفضل الهداف زيد الهداف سبوت الهداف الهداف كانت عندي قصص كبيره مع الهداف قصص كبيره 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 ولكن كان في المستوى الهداف والصحافه كاع الجزائريه نشكرهم مشكورين بزاف الصحافه الجزائريه كاع على مستوى الوطن كنت بزاف مع الصحفيين اللي كنت في حقها كنت كيف نقولوا تناقشت معاهم وعلاقه وطيده وهما مشكورين بزاف بزاف الصحفيين الجزائريين نشكرهم بزاف بزاف وهما اللي يحضوا كره القدم الجزائريه بزاف شهم تلقى اللي معاك واللي ماشي معاك انتقادات متبادله هما مشكورين كثيرا. سي محمد الرباطي ابرز الوعود اللي كنت وعدت الانصار بها هي جلب نادي القرن اهل مصر وكنت وفيت بالوعد.
فاخر الورود هو اكاديميه الثوره تم تجسيدها على الارض. مشكور. احنا هضرنا على هالشيء، هضرنا بليزير فوا هضرنا. يعني ما كانش وعد نقدر نقولوا انك وعدت به. شوف احنا نقولوا كلمه وين كنا وكي ولينا. شوف ما عندنا دوكا سونتر دانفورماسيون اللي راهي تبنى من اكبر سونتر دانفورماسيون في الجزائر، اللي فيه 6 هكتار، فيه 5 ملاعب، وفيه اللوتيل تاعه، وفيه عده امور اللي ما كانش خوف في الجزائر في الناحيه الكبر في من ناحيه الملاعب. هذا الشيء يدل باللي ولايه بشار راها في تقدم كبير من ناحيه كره القدم، وكاين ناس راها في قرن ومازال ما خدموش فريق. كره القدم ماهيش حساب واحد زائد واحد يساوي اثنين، هي حسابات كبيره وفيها المشاكل وكل عام تتغير. لهذا لازم انصار شباب الثوره يصبروا على الفريق عده سنين باش يقدروا يصنعوا فريق من يكون متكامل. اش عفوا يعني اللي كان ندوى معنا فوق، مش عارف اش الجانب ديالي تاع المستجدات تاع الجمعيه العامه واش هي الافاق تاع هذاك الشيء. لاجيكس دخلت حطيت لا ديميسيون تاعي، والجمعه راهم اجتماع راهو اونلاين، الجمعه راهم اجتماع، انا حطيت لا ديميسيون تاعي، خرجت كملت انا المهمه تاعي، اخر مهمه تاعي كملت اليوم. هذه هي الدقيقه التاليه تاعي. لا يعني دكا.